اخي خلينا نقول عنا على البيت بصراحه، هنيك ناخذ راحتنا. شو بدي لك، بخاف من خالتي من نجيب. انا شو عم تحكي انت يا زلمه؟ والله مع الحق قليل بزمانها شو طعمت مكفوف وشد سوالف وبهادي. بتعرف لما بشوف عم تطلع فيني بحس حالي بالفتوه لساتني. قوم انزل بلا منزلي. لك شو الحريقة هاد ببيتكم؟ تعرف شو هاد الاحتراق زهير؟ يا زلمة هاد الاحتراق أنا وأنت كمال وأنت زهير، مرحلة بحالة بأمها وأبوها هيك مثل ما هي احترقت. هاي المرحلة اللي كان فيها صدق شديد وألم شديد ووجع حقيقي كله احترق. يا زلمة والله شيء بحقيقة، شو كنت مفكرة؟ بدها تلغيني يعني؟ بدها تربيني؟ ما بعرف. والله كان اسهل عليها تعطيهم لبيت لبياع فلافل نلفيه وسندويشات كان احسن. نجيب امك معذوره. بالنسبه لها هدول الكتب هنن السبب اللي خلوا الشباب يضبوا فيك بعد هالسفره الطويله. زهير انا ما نجيب. شو ما صار ما حدا له حق يحرق تاريخ مرحله. بكفي الحريق اللي برا. الحريق اللي برا؟ انتوا بتعرفوا تماما مين سببه. ترجمة